السلام عليكم، انا تامر سيد وحضراتكم بتشوفونا دلوقتي على قناة وين واي على اليوتيوب. والنهاردة ان شاء الله هيبقى موضوع الحلقة كله عن مؤشر كتلة الجسم او البادي ماس اندكس حضراتكم، اللي نزل في الحملة بتاعت 100 مليون صحة دي. كان في على الظهر مربع كده مكتوب فيه مؤشر كتلة الجسم، وكان بيديك رقم. الرقم ده يعني انا كنت اتمنى او افضل ان يكتب جنب المؤشر كتلة الجسم ده، كان يكتب ستيتس او يكتب حالة، الحالة يعني، فيقول لك انت ايه وضعك، الرقم ده بي بي بيساوي ايه او ايه وضعك بالظبط يعني. فالنهارده ان شاء الله انا عامل الفيديو ده مخصوص عشان اشرح لكم القيم بتاعت كتلة الجسم ده او مؤشر كتلة الجسم او بودي ماس اندكس، قانونه والقيم وتعرف ازاي تحسبه وكل حاجة. وهنوقف شويه النظري للفيديو ده والحلقه دي والحلقه الجايه، وبعد كده هنكمل لان دول مش معتمدين على الجزء النظري اللي احنا هناخده. فيلا بينا نحسب كتله الجسم. اول حاجه البادي ماس اندكس، مختصاره البي ام اي. البي ام اي ده اللي هو مؤشر كتله الجسم او كتله الجسم يعني، بيساوي الوزن بالكيلو جرام على مربع الطول بالمتر. يعني وزنك بالكيلو جرام على طولك بالمتر في طولك بالمتر. طيب هيديني مجموعة قيم، القيم دي بتعبر عن حالتك بالظبط ايه، انت وزنك زايد، انت وزنك قليل، انت عندك سمنة، عشان ربنا خلقنا او خلق كل واحد خلقنا يعني كل واحد فينا وزنه لازم يتناسب مع طوله. فطولك ده لما يكون هنعتبر ان انت شخص بالغ ووزنك مثلا ثابت، فمفروض قصدي يعني وزنك طولك هو اللي ثابت، فوزنك هو اللي بيتغير بناء على معدل حرقك واكلك والكلام ده. فاحنا دايما الريفرنس بتاعنا الوزن مع الطول، ودايما طبعا مش هتطول، هنعتبر ان الوزن هو اللي هنغيره ونثبت طولك ونلعب في موضوع الوزن. تمام، فيلا بينا نشوف بقى القيم دي. اول حاجه لو البادي ماس اندكس ده اقل من 18.5 فانت اندر ويت، وزنك قليل عن الطبيعي. لو البي ام اي بيساوي من 18.5 ل 25 فانت حالتك نورمال او طبيعيه، وزنك طبيعي. من 25 ل 30 فانت اوفر ويت، وزنك زايد عن الطبيعي. لو من 30 ل 35 فانت في مرحله السمنه من المرحله الاولى او اوبستي من المرحله الاولى. لو من 35 ل 40 فانت في الاوبستي من المرحله الثانيه او في السمنه من المرحله الثانيه. لو انت اكبر من 40 فانت في الاوبستي او الاكستريم اوبستي اللي هي السمنه المفرطه بنقول عليها، اللي هي اخطر انواع السمنه. طيب كده احنا عرفنا القيم بتاعتها وعرفنا القانون، فعشان الموضوع يثبت قصادنا يعني يثبت معانا كويس نقول شويه امثله بارقام والموضوع هيوضح قصاد حضراتكم على طول. الناس اللي عايز تعرف نفس المعادله اللي احنا قلناها بالباوند والانش هقولها لك ان شاء الله في اخر الفيديو، فتابعنا وهقولها لك في اخر حلقه ان شاء الله. انا عملت شويه حاجات كده وزن وطول كم حاله وعوضت في القانون عشان ننجز على طول ما اطولش عليكم. اول حاله واحد وزنه 65 كيلو وطوله 175 سنتي. لما نيجي نعوض في القانون عشان القيمه تطلع طبيعيه اتاكد الوحده مظبوطه، 65 على 1.75 في 1.75 هيديني 21.22. 21.22 يعني ده وضعه ايه. طبعا هسيب لكم القيم على الشاشه وحضراتكم تقارنوا، انتوا اللي تقولوا لي هو ايه. طبعا هتلاقوا هو طبيعي او نورمال، وزنه في الرينج الطبيعي. واحد تاني وزنه 95 وطوله 1.70 متر، هنعوض بالكيلو جرام في نفس المعدل اللي فاتت، هيدينا 32.87 يعني سمنه في المرحله من المرحله الاولى. القوانين اللي احنا قلناها دي كل يعني مؤسسات الفتنس الدوليه والعالميه بما فيهم الاي اس اس اي والناس مؤسسه التغذيه متفقين على القانون ده وخلصانه وابديتد، يعني الابديتد لغايه الوقت اللي انا بكلمكم فيه ده. في اكزامبل تاني واحد وزنه 95 كيلو وطوله 1.90 متر، نعوض في نفس المعادله اللي احنا قلناها، هيديني البي ام اي ب 26.32 يعني وزنه زايد اوفر ويت يعني. طيب في بقى مثال برضه انا عملته، جبت شخصين طولهم 175 سنتي و وزنهم مختلف، واحد وزنه 55 كيلو واحد وزنه 130 كيلو. اللي وزنه 55 كيلو وطوله 175 لما عوض في القانون بالمتر وبالكيلو جرام هيديني البي ام اي بتاعه
احنا قلنا 175 و55 هيديني، هيبقى البي ام اي بتاعه 17.96 اللي هو اقل من 18 اللي هو يبقى اندر ويت. اما اللي طوله 175 ووزنه 130 هيبقى البي ام اي بتاعه 42.45، يعني ده اكستريم اوبيستي اللي هي السمنه المفرطه. اذا نفس الشخصين، نفس الطول لكن وزنهم مختلف. دلوقتي يا جماعه بقى عايزين نشرح نفس المعادله بالكيلو بالباوند والانش. نفس المعادله هي بتاعت البي ام اي بالكيلو جرام والمتر، هي بس الفرق ان انا هحط في البسط هحط 703 في الوزن بالباوند على مربع الطول بس بالانش، تمام كده؟ نفس المعادله بس اغير الوحدات، بدل ما الكيلو جرام اخليه بالباوند، وبدل اللي هو الرطل، وبدل ما هو بالمتر هخليه بالانش اللي هي البوصه، لكن نفس المعادله واحط فوق في هحط 703، تمام كده؟ هعوض بقى، هاخد اخر مثال اللي هو متر 75 في وزنه 130، هعوض في المعادله نفسها. بس لازم تعرف ان عشان تحول من كيلو جرام لباوند لازم تضرب في 2.2 يديك الباوند، وعشان احول من سنتي البوصه بقسم على 2.54 لان البوصه بتساوي 2.54 سنتي. فهبقول 130 في 2.2 هيديني 286 باوند، وال 175 هقول 175 ما احطش بوينت او كسر، 175 على 2.54 هيديني 68.9 انش. يبقى اذا 2.86 2 قصدي 2 286 في فوق على 68.9 في 68.9 هيديني في 703، كل ده في 703 هيديني 42 بوينت حوالي برضو 4، اللي هو نفس البودي ماس اندكس، نفس البودي ماس اندكس اللي هو جبناه بتاع الاكزامبل اللي فات. موضوع كتلة الجسم ده يا جماعة من اهم الحاجات اللي احنا بنبتدي بيها التغذية، بنبتدي بيها تعرف انت وضعك ايه عشان منها نبتدي نحسب بقية الحاجات، فلازم تبقى فاهمه كويس جدا. ويا ريت مش اي حد يقول لكم انا هعمل لك برنامج غذائي وعلمك تعمله ويعمله لك في حلقه، الكلام ده بلح يا جماعه، مفيش حاجه اسمها في حلقه واحده اعلمك تعمل نظام غذائي الا لو انت راجل فاهم يعني ايه كربوهيدرات وبروتين وفاتس وفاهم شويه معادلات وعندك خلفيه كويسه وباك جراوند كويسه، ممكن اعمل لك حاجه كده بلك وتفهم لحد ما، بس برضو مش كل حاجه. فانا نصيحه في خطوات لازم تتعلمها، من ضمنها اول خطوه فيهم اللي هي كتله الجسم او البادي ماس اندكس، ده في الحسابات لكن في جزء نظري احنا قلناه قبل كده ولسه هنكمله، بس انا حبيت افصل ما بين نتعلم البودي ماس اندكس وبعد كده الايديال ويت او الوزن بتاعك، وبعد كده نرجع تاني للجزء النظري وبعد كده نكمل ان شاء الله حسابات. فان شاء الله اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم.